عيد الفطر في الكويت لحظة مميزة تجمع بين الماضي الجميل والحاضر المشرق، حيث تتداخل التقاليد القديمة مع الاحتفالات الحديثة لتخلق تجربة فريدة ومميزة تعكس جمالية الثقافة الكويتية وروحها الحضارية. هذا وقد تغيرت بعض العادات والتقاليد وظهرت احتفالات جديدة تنسجم مع روح العصر الحديث، ومع ذلك تبقى الزيارات العائلية والترابط الاجتماعي حاضرة بقوة في قلوب الكويتيين مهما اختلفت الأزمان والأماكن. في أعماق الذاكرة تنبض قصص عيد الفطر في الكويت قديما بألوان الفخر. كانت تلك اللحظات تمزج بين عبق التقاليد ولمسات الحنين، حيث كانت الأسر تستعد بفرح وحماس لاستقبال هذا العيد. بعد صلاة العيد الصبح لازم الكبار السن والصغار نعودهم أن يروحون يصلون صلاة العيد، وبعدين يرجعون يتفطرون في بيت العائلة، وبعدين الأب هني يطلع العيادي. العيادي شنو تكون؟ يعني أشياء بسيطة، دينار دينارين، بس المهم تفرحين الطفل إنه ياخذ العيدية ويفرح ويركض. احنا أول احنا شباب يحال روح الدوار القليلبة الدورفة، يعني شو الحركة العيد، هالمحلات اللي تبيع الملبس يعني مثل ها الحلويات حق الأطفال، أكو دياجة يسوونها من الحلاوة ويبونها من برا بربيت وشغلات. في عالم يتسارع فيه الزمن وتطور التكنولوجيا بسرعة مذهلة، يجد البعض أنفسهم يتواصلون في أيام العيد عبر شاشات الهواتف الذكية، بينما يرى الكثير من الأفراد أن الزيارات بين العائلات تظل ركيزة أساسية في احتفالات العيد. عيد زمان طبعا يختلف عن عيد الحين، الحين العيد صار كذا بالواتساب. زمان لا، إجبارك أنت تروح بيت الأهل بيت الوالد تعيد وتبارك بالعيد وتهني. وهذه مناسبة تعودنا عليها من أيام ما كنا صغار، عودنا عليها الوالد صلاة العيد وريوق العيد، وقاعد نعودها حق عيالنا. بعد صلاة العيد دائما نروح ناخذ الجولة العائلية، نروح حق كبار السن، نجلس معاهم، نعايد عليهم، زي ما تقولين ناخذ اللي هو الحلويات معانا والقهوة والشاهي، نجلس يعني جلسة عائلية على قولتهم ما تمل. يعني مهما اختلفت الأزمان والأماكن، يبقى العيد عند الأطفال مصدرا للسعادة والبهجة، فهو يجمعهم على لغة واحدة هي لغة الفرح والاحتفال. أذهب دشتاشتي بعدين أروح أصلي صلاة العيد. أول شيء بروح بيت جدي جدتي، بعدين بعيد بيتي، بعدين بأخذ فلوس. أول شيء أروح أصلي صلاة العيد، بعدين أروح بيت جدتي، بعدين يوم الثاني نروح بيت جدي. في النهاية يظل عيد الفطر في الكويت لحظة مميزة من التلاقي والتلاحم وتعزيز الروابط الاجتماعية والتمسك بالعادات والتقاليد التي لا تقدر بثمن. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.